الاول. طيب هلا حنبلش بتعريف البروبلم. هلا هيدا الدرس له علاقه بالدنسيتي الجروب، حتشوفوا هلا شو الفكره. نفس التفكير بس هون فراكسيون، عندنا هون دو تيرم. اول شيء لنشتغل بالبروبابيلتي بده يكون في عندي يونيفير، يعني انسامبل دي زيليمون فيني، يلي هن مثلا الانسامبل دي بول لما كنا عم نحل بالسؤال تبع الايرن اللي فيه مثلا ديس بول. هولي الانسامبل ديس بول هو اليونيفير. او اذا عم بحكي انا اذا عم بختار صف بمدرسه مثلا عم بختار فيه تلاميذ صف الاس في، هولي الاليمون تبع تلاميذ صف الاس في اللي هن التلاميذ يعني الويك 11 تبع الصف هو اللي هن بشكل اليونيفير. لانه انا ليش عم سميهم اليونيفير؟ لانه انا شو ما بدي اسال هلا بدي اسال ضمن هيدا الصف، انا العالم تبعي صار هيدا الصف. يعني بيجي بقول مثلا اون شوازي او هازار ان اليف دو سات كلاس، او اون شوازي او هازار ان جروب دو تروا اليف دو سات كلاس. يعني انا كيف ما رحت وجيت عم بشتغل على هيدا الصف بس، عشان هيك بنسميه اليونيفير، العالم تبعي بصير. كل بروبلم بروبابيلتي حتشوفوا بعدين حيكون في عنده اليونيفير معين. انا عم بعطيكم امثله يعني على كل شيء مرق معنا لهلا. يعني مثلا تلاميذ الصف هن يونيفير، الانسامبل دي بول هن يونيفير، اذا سؤال ثاني الانسامبل دي لاتر دان سيرتان مو هن يونيفير اتسترا. انا هون عم بحكي بشكل عام انه عندي يونيفير ما بنعرف هو شو، بس هو فورمي دو ان اليمون سميتهم كرمال هيك سميتهم ا ا ا دو لعند ال ان لاقدر اعدهم، لانه اليونيفير لازم يكون انسامبل فيني، لازم يكون محدد الاليمون طبعا بار ان اليمون. سوا بي دو اوميجا في شيء اسمه جراند بي دو اوميجا الانسامبل دي بارتي دو. شو يعني الانسامبل دي بارتي دو اوميجا؟ يعني مثلا اذا الاوميجا انا هون عم اعتبر هو صف في الاس في، اوكي، يلي هن مكونين من تلاميذ الصف. يعني مثلا محمد قيدوح هيدا تلميذ، محمد عبد الله تلميذ ثاني. عم حاول قد ما فيني هيك فهمكم اياها. طبعا انتوا هون مش هتفيدوهم بكره حتى لو عم نحكي عن صف، يعني ما راح يكون في عندكم اسماء صف، بس عم نحكي نحن بشكل عام لنفهم اكثر. محمود مثلا زعتري اتسترا، لين بلايك. اوكي، في عندي مجموعه هالتلاميذ اتسترا، في عندي ويك 11 صح؟ وبسكر هون اخر شيء. البي دي اوميجا المقصود بالانسامبل دي بارتي، يعني مثلا افترض انا مجموعه من ثلاث تلاميذ، محمد قيدوح، محمد عبد الله، محمود زعتري. هذا بارتي يعتبر، هذا واحد من البارتيات تبع الاوميجا. بارتي ثاني محمد عبد الله لين جنى. مش ضروري يكونوا ثلاثة، فيني يكونوا أربعة، فيني يكونوا اثنين. الأنسامبل دي بارتي فيني يكونوا واحد بس، ممكن أنا أختار تلميذ واحد بالصف، ممكن أختار تلميذين، ممكن أختار ثلاثة، وممكن أختار الكل مع بعض. يعني الكل مع بعض بشكله بارتي كمان. فهمتوا كيف؟ وفي بارتي هيدي مخفية مش موجودة، هيدي بنستغرب لها عادة بس إلها معنى بعدين، هي الفيت. يعني أنا إذا ما بدي أختار حدا، يعني قلت لكم أعطيتكم مثلا امبارح لما الصف بيفضى ما بقى بيكون في حدا، بس الصف موجود ما اختفى. يعني مش انه اوكي التلاميذ ما بقى موجودين بالصف، نزلوا يمكن فلوا راحوا على البيت، بس الصف بعضه تبعهم موجود. فوحده من البارتيات كمان هي الانسامبل دي فيت. يعني البارتي دي اوميجا عاده ببلشوا هيك، ببلشوا بالفيت بالولا شيء. يعني اذا ما عندي ولا اليمون بعدين مثلا نجي بختار تلميذ واحد فور اكزامبل محمد قيدوح، هيدا تلميذ، هيدا بارتي. بارتي ثاني مثلا تلميذ واحد محمود، هيدا بارتي ثاني اتسترا. بارتي ثالثة يكون فيه تلميذين مثلا جنى وعلي، فهمتوا كيف؟ اتسترا. يعني في عندي كثير بارتيات عادة. عادة من عدد البارتيات بكونوا هن 2 على بيسانس ام، هي بصف الزبون بالتالي هلا مش مهم بالنسبة لي. 2 على بيسانس ام يعني الان هن عدد الاليمون، يعني اذا انتم ويت يطلع 2 على بيسانس ويت، يطلع العدد كبير انسامبل ديت بارتي اذا بدي اختار. يعني كم بارتي فيني اعمل، كم مجموعة فيني اعمل من الصف، هي المقصود فيها. اوكي، هلا بس هو مصطلحات لانه نحن البروبابيلتي عم نطبقها على واحد من البارتي منكم، نحن من اثنين عم نجيب بروبابيلتي لواحد من البارتيات. بار ديفينيسيون لا بروبابيلتي بيتي بي، انتبهوا دائما النوتاسيون تاعتها بيتي بي، ات اون ابليكاسيون دو بي دو اوميجا ا زيرو ا. تل بي دو ا اي، هون المقصود ا اي يعني ا 1 ا 2 ا 3 ا ان، يعني بي لحيالله اليمون هون، يعني بروبابيلتي لاختار انا حيالله تلميذ مثلا، او probability لاسحب حيالله طابق اذا عم بحكي انا بيونيفير في طابق. ات نمبر ريال، probability هو نمبر ريال كومبري انتر زيرو، يعني probability لاختار حيالله شيء هو نمبر ريال بيكون بيطلع دائما انتر زيرو، يعني زيرو فرجول شيء، او فراكسيون نيميراتور على دينوميناتور، بس شرط انه النيميراتور دائما يكون اصغر من الدينوميناتور اكيد ليطلع انتر زيرو.
هاخد كون البروبابيلتي. اوكي؟ عم نحكي ديفينيسيون، هلا بعدين حنشوف كيف نعملها كالكول، بس انا بدي اياك تعرف هلا انه بس بدنا نجيب حيلا بروبابيلتي لحيلا اليمون لحيلا ايفينمون لازم يطلع نمبر ريال اخر شيء اونتر زيرو يعني ممنوع يطلع بروبابيلتي نيجاتيف وممنوع يطلع اكبر من ار. ليش؟ البروبابيلتي هي مثل البورسنتاج، هي نسبه مئويه. يعني مثلا انا هلا اذا انتم بالصف 8 تلاميذ، اوكي، انا هلا بدي اختار مجموعه بالصف من 8 تلاميذ، اذا بدي اجي اقول شو البروبابيلتي انه التلميذ اللي عم بختاره مثلا يكون جارسون، طيب انا بيجي بعد كم جارسون في عندي عشان تفهم بس فكره البروبابيلتي. يعني البروبابيلتي انه لا يطلع عندي جارسون انا بي دو جي مثلا حسب يعني جرون جي يعني جارسون ايجال اكون بيان، بيجي بقول بفتح فراكسيون بيجي بقول من اصل انا عم بختار من اصل كم تلميذ بالصف، من اصل ويت 11، من اصل هودي الويت 11 انا كم بوسيبيليتي ممكن يطلع عندي جارسون، بيجي بعد الجارسون يعني هون فوق ممكن يكون يا محمد عبد الله يا محمد قيدور يا محمود زعتري يا علي منصور يا جمال، يعني عندي كم بوسيبيليتي هون 5 هاي البروبابيلتي، هيدا كالكول للبروبابيلتي انه يكون الالاف اللي عم بيختاروا جارسون بيطلع 5 ويتيام، النمبر 5 ويتيام راح يطلع 0 شيء اكيد. اللي عم بقوله انه ما في يكون نيجاتيف طبيعي، ما في منطقيا ما راح يطلع نيجاتيف، ومش بس هيك ما في يطلع اكبر من ار البروبابيلتي، لانه انا من اصل هول الثمانيه عم بختار العدد التلاميذ، ما عندي بالصف 9 مثلا ما فيني احط نفس الويت او دي السرويت. يعني لما بقول انا من اصل هول الثمانيه كم جارسون فيه ممكن يكونوا 5 مثل صفكم انتم، ممكن يكون 2 ممكن يكون 3 ممكن يكون 0 ممكن ما يكون في ولا تلميذ جارسون، بس ماكسيموم قد ايه ممكن يكونوا؟ يعني ماكسيموم اذا الصف كله جارسون يعني عدد الجارسون فوق قد ايه بيكون؟ ويت تطلع ويت سرويت ايجال اكون بيان تطلع ايجال، يعني الماكسيموم فالور للبروبابيلتي شو بكون دائما؟ يعني اكثر شيء البروبابيلتي هي بتكون اذا كان البروبابيلتي سيرتان يعني بكون 100% يعني بكون تحقيقه 100% صح، يعني ما بدها قصه حظوره. يعني انا اذا عندي صف بس مقلف من صبيان شو عاد الى معنى اقول شو البروبابيلتي انه التلميذ اللي عم اختاره هو صبي؟ ما هن كلهم صبيان يعني هي اكيد 100% فهي كنتوا كيف، بس اذا انتم كنتوا 8 ويت سرويت، اذا كنتوا 10 تلميذ 10 على 10 اذا كان عم نحكي نحن كل الصف جارسون او كل الصف فيه، عم تفهموا كيف؟ يعني قد ما فيني عم حاول اوضحها قبل ما نفوت باكزامبلات. البروبابيلتي هو نمبر ريال، هو مثل هي اذا بدكم مثل الفريكونس لما اخذته بالستاتستيك بصف البروفيل فريكونس، هذا اللي كنتوا وقت تسموه افكتيف سير افكتيف توتال، هذا هو البروبابيلتي بالبساطه هي فريكونس، بس بوقتها ما كنتوا تاخذوها بمصطلح البروبابيلتي، هي الفريكونس كلمه يعني النسبه، هي نسبه. هلا في فرق بين النسبه المئويه، بالمئويه كنت تضرب ب 100 هون، بس بالبروبابيلتي العاديه ما بضرب ب 100، بضل الافكتيف على الافكتيف توتال. يعني هون الافكتيف يعني نومبر دي جارسون مثلا اللي هن 5 على النومبر توتال دي زلاب اللي هن، او مثلا اذا بدي اروح ل الاكزامبل تبع الايرن، يعني انا اذا عندي هون مثلا هلا دي سبول، بدنا نعطي اكزامبل ثاني هيك اوضح. افترضوا انا عندي دي سبول مقسمين بشكل مثلا عندي سي سبول روج وعندي تروا بول بلانش وعندي اون بول نوار، افترضوا هيك جيت انا سحبت اون سول بول، جيت سحبت طابله نطبت، اذا جيت قلت لك كليلا بروبابيلتي يعني بيتي بي انه هالبول اللي عم بسحبها تكون روج، حتى نحل انا وياك يعني بنكتبها هيك بهالشكل بيتي بي دي جران ار. يعني انا ليك البروبابيلتي دائما في شغلتين، اول شيء بده يكون في عندي يونيفير، اليونيفير هو هيدا هو الانسامبل دي ديس بول اللي هو مقسمهم، هذا اليونيفير اللي هني هون انا مسميهم بالكور تبعي عضو اطروال عند الان، هون المقصود فيه هون لسيس بول روج لتروا بول بلانش الى بول بلانش، هولي هن الاليمون تبع المكان. طيب بعد ما يكون في عندي يونيفير في شيء اسمه اكسبيرينس، دائما هو لازم يحددها بالبروجرام. اكسبيرينس شو يعني؟ يعني انا انه بعد ما عندي هالبيرن قدامي شو عم بعمل؟ اوكي بدي اسحب طابات، بس قد ايه بدي اسحب كم طابه؟ هو لازم يقول لي، يعني بيقول لك هون مثلا اون تير، انا هلا سؤالي اون تير اون بول، بدي بلش بيون بول، هلا بعدين بنفوت بقصه دو بول وتروا بول، هولي فتنا فيهم كلهم اصلا بعلاقة الدرس. وهازار، يعني بشكل عشوائي جيت انا سحبت طابه. منيح؟ طيب، انت هالطابه اللي عم تسحبها، انت هلا ليكوا شو الفكره عشان تكونوا فاتين بالجو. انت الفكره انه انت عارف بقلب البيون شو فيه. يعني انتوا عارفين انه في بقلبها ست طابات روج وتروا بلانش وين نوار. بس لما عم تجي عم تسحب طابه انت مش شايفهم، يعني كانك حاطط شرشف عليها لهي البيون مش شايفهم للطابات.
انت عشان هيك بنقول اوهازار اونتير اوبول اوهازار، يعني انت جيت حطيت ايدك بهذا الايرون وعم تسحب طابه بس ما عم تعرف لونه، ما فيك تميزهم يعني بيكونوا كلهم مثل بعض نفس الحجم. منيح؟ فانا هون بيجي بسالك سؤال مثلا شو البروبابيلتي انه هالطابه اللي عم تسحبها تكون روج؟ ما نحل الاسئله هون لتفهم هول النقطتين اللي بتحكي عنهم هلا. طيب اول شيء البروبابيلتي سيتيون فراكسيون، تحت الدنوميناتور بتحطه دائما لنومبر دي كا بوسيبل كلهم، يعني انت عم تسحب من اصل كم طابه، يعني انت لما حطيت ايدك بتسحب طابه بغض النظر شو لون اللي بتسحبها انت ممكن تجي ايدك على كم طابه، كم في بول عندكم بقلب اليورن؟ طلع انت عم تسحب من اصل قديش؟ من اصل ديس صح؟ طيب من اصل هول الديس بارميسا ديس بول كومبيان دو بوسيبيليتي انه هالبول هيدي اللي عم تسحبها تكون روج؟ هذا هو السؤال. بيجي بقول يعني انا ايدي ممكن تجي على كم مره ممكن تجي على بول روج؟ هاي الفكره. انا في عندي كم بوسيبيليتي لتكون روج؟ كم بول روج عندكم باليورن؟ عندنا سيس، فبتطلع سيس يوريس بكل بساطه. ما بتطلع انسر سيس، حدا منكم فكر انه يطلع بالجواب انسر سيس؟ انه بيجي بقول مثلا عم اسحب طابه وفي عندي سيس روج فبيطلع انسر زيان. في حدا ممكن يكون فكر هيك؟ لانه هيدي ممكن يفكر فيها التلميذ، هيك اهين شيء للتفكير انه عم يسحب ان سول بول يعني ان على وفي عندي سيس روج فانسر سيس. هاي طريقه التفكير غلط. عم تفهموا علي؟ عم تتابعوني؟ probability تحت بده يكون عم بسحب من اصل كل الطبقات الممكنه وفوق بالنمراتور بنحط الايفن مون بترجمه. يعني انا لتكون روج في عندي كم possibility لتكون روج اللي هي سيس بوسيبل. طيب بنفس المنطقه هلا انتوا راح تجاوبوني، اذا جيت سالت هلا شو البروبابيلتي انها تكون بلانش؟ شو راح يطلع برايكم؟ هون هلا جيت انا كمان بعدني عم بسحب طابه بس هالمره سالت سؤال كليلا بروبابيلتي دوبتينير ان بول بلانش؟ مين في جاوبني؟ شو بنا اتفقنا؟ مثل الروج نفس الشيء، شو البروبابيلتي انه تكون بلانش؟ انه عم تسحب من كم طابه انتم؟ كم في بول عندكم؟ تروا سير ديس تروا بالضبط، عندي تروا بوسيبيليتي تكون بلانش من اصل النمبر توتال اللي هو شو؟ اللي هو ديس. طيب بعد في عندي بروبابيلتي وحده انا اصلا بس هي مين؟ انها تكون نوار. طيب شو البروبابيلتي انها تكون نوار؟ يعني انا ايدي ممكن تسحب نوار كم مره؟ هيدي اكثر شيء حظها قليل على فكره. يعني انا من اصل 10 طابات كم possibility انه تكون نوار هيدي الطابه اللي عم بسحبها؟ هي اصلا ما في غيرها، فيش عندي الا خمس طابه نوار انا. فبيطلع سيرفيس. لاحظوا شغله هلا، كل probability جبتوها طلع جوابها اونتر كوا ايكوا الفالور تبعها بيطلع اونتر زيرو ايكوا، خذوها قاعده بتعودوا عليها بكره. probability بس تكون الفراكسيون النيميراتور اصغر من الدنوميناتور دائما بيكون اونتر زيرو يعني طبيعي. ما في يكون اكبر من اصلا من منطقيا. لانه لو كانوا كلهم روج الطبيعه لو فرضنا كانوا كلهم روج كانوا حيطلع ديس سير ديس يعني ما راح يطلع اكبر من لانه يعني انت ما راح تسحب طبيعه اكثر من الطبيعه الموجودين. يعني انا هني ديس بول لو كانوا عشرتهم روج خلص انه 10 روج البروبابيلتي تكون روج هي 10 على 10 بتصير عشان هيك الماكسيموم فالور للبروبابيلتي هو والمينيموم فالور هو زيرو. ايمتى بكون زيرو؟ اذا كان ايفينمون امبوسيبل حنحكي عنه بعد شوي. يعني اذا شيء مستحيل يصير، يعني مثلا إذا جيت قلت لك هلا شو البروبابيلتي إنه الطابة اللي عم تسحبها تكون فيرت؟ طيب كومبيان دو بول فيرت أون أي سي دون سيت بيرد؟ في شيء بول فيرت؟ لا لا يعني عدد البول فيرت قد إيه بيكون إذا مش موجود؟ زيرو سيرفيس. يعني من أصل ديس بول إل نيا با دي بول فيرت يعني إليا زيرو بول فيرت فبيطلع البروبابيلتي تبعها شو هاي؟ هيدي اذا سالني عن ايفر مو مستحيل يكون هلا رح نحكي عنه بعد شوي هيته هون هو probability للفيد يعني probability اللي هو للايفر مو امبوسيبل هو زيرو دائما قلت لك هلا هي قليل ما حتصير بس انه يعني ما رح يقعد يتسلى معك هو يضحك عليك يجي يقول لك انه عندي يورن فيها هالالوان يجي يقول لك شو probability انها تكون فيرت بكون عم يستلمك يعني اكيد هي زيرو بس انا عم بحاول اعطيك اكزامبل يعني شو يعني probability تكون زيرو انه ليش انا عم حط المينيموم فالور هو زيرو انه هيدي لما بتكون عم تعمل probability لشيء مستحيل يصير. فهمتوا كيف؟ الايفر مو امبوسيبل. طيب هلا ركزوا معي على شغله، جبنا هلا التروا probability نحن. اذا جمعتوهم لهول التروا probability قد ايه حيطلع الجواب؟
اذا جمعتهم. نحن اول شيء في احتمال رابع شيء بعد، انت اذا عم تسحب بس ان سول بول دوليرم، انت هيدي الطابه اللي عم تسحبها شو ممكن تكون؟ نحن اخذنا احتمال تكون روج او تكون بلانش او تكون نوار. في شيء احتمال رابع بعد؟ يعني ممكن يطلع لون ثاني غير هول؟ لا. اذا جمعتهم لهول قد ايه حيطلع؟ حيطلع اذا بتجمعوا النمراتور مع بعض شو حيطلعوا؟ سيس، سيس روج والتروا بلانش والبين نوار اللي هن ديس، صح؟ سور ديس قد ايه بيطلع جوابهم؟ دائما هي هي ثاني نقطه بدي احكي عنها بالديفينيسيون. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires. Élémentaires, يعني الإيفنمون لكل 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 إيفنمون لحال. نحن امبارح حكينا شو يعني إيفنمون إيلمونتير. يعني probability إنه بس تكون روج أو بس تكون بلانش، يعني إذا عم بسحب إيلمون واحد بس. La somme de ces probabilités toujours est égale à combien؟ إيجال. هيدا من ضمن الديفينيسيون. يعني جمع البروبابيليتي تبع كل الاحتمالات الممكنة هو دائما بيكون أقل. هلا هون انا سهلتها سحبت طابه وحده، لو عم تسحبوا طابتين كثار بكون الاحتمالات. يعني مثلا افترضوا هلا الاكسبيرينس غيرتها انا وقلت اونتير دوبول بسات، طيب هول الدوبول ممكن يكون اثنيناتهم روج، ممكن يكون اثنيناتهم بلانش، ممكن يكون وحده روج وحده بلانش، ممكن يكون وحده روج وحده نوار، وممكن يكون وحده بلانش وحده نوار، صح؟ هول البروبابيلتي اللي انا عديتهم كلهم هلا السته، اذا بتجيبوا كل وحده منهم بكره حتتعلموا كيف تجيبوهم وبتجمعوهم رح يطلع ايجالها. هذا اللي بدي اقوله، انه دائما لا سوم دي بروبابيليتي دي توت لي بوسيبيليتي دو تات ايجال ا كومبيا ايجالها. هذه مثل ما بقولوا هيك للتاكيد انه شغلك عم بيكون صح. اتفقنا؟ هون هلا بلشت الفورمولات انا بالبارتي بي. البارتي بي انا هلا عم طبقها هي البارتي بي، يعني هلا هول التروا اكزامبل اللي اعطيتهم هن على البارتي بي. عم بقول انا هون سي ا اتان سيرتان ايفنمون دي اوميجا، طبعا الا هو ايفنمون مثلا بروبابيلتي انها تكون روج او بلانش او نوار، الاوميجا هن عدد الطابات كلهم تبع الايو. اي ا هي نفسها ا، يعني كونتيان كا ايليمون، الكا هون المقصود فيها هن مثلا اذا بدي الا تكون روج، الروج قد ايه عددهم؟ كم في عندكم بول روج بالايرن؟ سيس، يعني هون الكا ايجال سيس، هي المقصود فيها. لكن حعيد سي ا اتان ايفنمون دي اوميجا اي كونتيان كا ايليمون، طبعا الكابرة تكون اصغر او بيساوي من ان، لانه ما في يكون عدد الروج اكثر من عدد الطبيعي تبع الايون، بدهم يكونوا ضمنهم يا بيكونوا ايجال يا بيكونوا اقل. سي اون شوازي او هازار ان اليمون دو اوميجا، عم اختار طابه وحده، الور لا بروبابيليتي اللي هي النوتاسيون تاعتها بي دو ا اي دوني بار كا سور ان. نحن هلا كمان عم نطبقها هلا هون. الان هون هن عدد الطبيعي كلهم تبع الايون اللي هن ويت، عفوا ديس، الكا هن عدد الاليمون، عدد يعني عدد اللون، عدد الطبيعات من كل لون. يعني الا اذا كانت روج هن سيس، لو كانت بلانش تروا، لو كانت نوار هن اه. هيدي الفورمول بتطبقوها ديركتمون اذا كنتوا عم تسحبوا سلمون او عم تختاروا ان سيل اليمون. حطها بالبورد اوكي. بشكل عام هلا بروح للفورمول جنرال. اون جنرال بيجو اه هي اذا عم بختار بكره اكثر من اليمون، حتشوفوا بالاكزامبل اذا عم بختار دو اليمون تروا اليمون بيطلع دائما دينوميناتور نمبر توتال دي كا بوسيبل، يعني هون مثلا ديس لو كنتوا عم تختاروا مثلا دو بشكل سيمتاني كان الدينوميناتور طلع سي دو ديس، لو كنتوا عم تختاروا ثلاثه مع بعض كانوا طلعوا سي تروا ديس. هي مقصود بنمبر توتال دي كا بوسيبل. وفو نمبر دي كا فافورابل بور لا رياليزاسيون دو، يعني عدد الاحتمالات لتحقيق الـ بس. يعني انا اذا بدي اسحب طابتين يكونوا بلانش مثلا بيطلع سي دو دو تروا، او بدي اسحب وحده روج ووحده بلانش يعني سي ان سي صفوا سي ان تروا. بكره حتشوفوا كيف الشغل. المهم هذا هو الفورمول جنرال اللي حنستعمله للبروبابيلتي، هي فراكسيون الدينوميناتور تبعها بيكون دائما كل الاحتمالات الممكنه، والنيميراتور تبعها بيكون الاحتمالات لتحقيق الايفنمون اللي هو عم يسالكم عنه. اتفقنا؟ انا قد ما فيني هون عم بشرحهم كنت من خلال هيدا الاكزامبل اللي تحاولوا تفهموا. طبعا كان فيني اختار بالصف، كان فيني اقول لكم مثلا بس بالصف ما عندي كثير خيارات. بالصف انا اذا بدي اختار تلميذ بدي يكون مثلا يا جارسون يا في، ما في عندي كثير خيارات اسال عنهم، فانا عم حاول فوت بخيارات تالي. في كثير انواع اسئله بكره بتشوفوا. اتفقنا؟ طيب بدي منكم حدا منكم اذا بدكم يصور هيدي بس كرمال هون انه يعمل لينك بين ال الديفينيشن للبروبابيليتي وهذا الاكزامبل اللي انا عم بعطيه قبل ما رحيم.
ماشي الحال. هلا بنروح بس للفورمولات اللي بدنا نستعملهم اللي بدكم تحفظوهم لبكره، يعني هلا لما نشرحهم نحن هن بالنهايه الفورمولات بدنا نحاول على قد ما فينا في كم وحده منهم ممكن نفهمكم اياهم لوجيك ما، بس بالنهايه هو ده حفظ، يعني بكره بدي اطبق اكزامبل عليهم انا. او البروبريتي مثل الريجلات قبل ما نحكي بروبلم، يعني اول قسم حيكون اكزرسيس عليهم دول. اول شيء بي دو في ايجال ا زيرو وبي دو اوميجا ايجال ا. هلا هول صراحه قليل استعمالهم بس الاهم هي هيك عم بحكي عنها هلا، يعني probability للايفنمون امبوسيبل، يعني اذا عندك probability لشيء مستحيل يصير هو عدد الالمون طبعا مستحيل هن صفر. probability للاوميجا يعني probability لشيء سيرتان، يعني لشيء 100% حاصل. يعني مثل ما قلت لكم اذا انا عم بسحب طابه ايرن وفيها او برجع للصف، اذا انا عندي صف في بس بنات ما في صبيان، اذا انا جيت شو قلت اخترت تلميذ او تلميذين او ثلاثه وقلت شو البروبابيلتي انه يكون فيه؟ انه طبيعي يكون فيه تحصل حاصل، ما هم كلهم فيه، يعني اذا كانوا كلهم فيه حيطلع ديس سير ديس او ويت سير ويت او سات سير سات حيطلع. فهي الاوميجا المقصود فيها كل الاحتمالات الممكنه. اوكي؟ طيب هلا اللي بتهمني انا هي الفورمولا، هيدي الفورمولا جنرال بي دو ا انيون بي ايجال بي دو ا بلس بي دو بي موان بي دو ا انتر. هيدا اهم فورمولا بدي اشرح لكم اياهم. انا بدي افترض هذا هو اليونيفير اللي عندي، راح ارسمه بقلب بوكس، يعني انا هلا عندي هون الاوميجا، افترضوا هو الانسامبل دي زيلاف دو لا كلاس او الانسامبل دي زيرو، ما بعرف هو حسب السؤال. انا في بقلبه دو ايفنمون، في عندي ايفنمون ا وفي عندي ايفنمون بي. امبارح اعطينا اكزامبل على قصه اكتيفيتي. افترضوا هلا انا في عندي الف بدهم يختاروا الا هن اللي عم يختاروا الفوتبول والبي هن اللي عم يختاروا الباسكت بول. صح؟ في عندي كذا المون، في عندي هون المون، في عندي تلميذ هون، تلميذ هون، تلميذ هون، في عندي تلميذ هون، تلميذ هون، ممكن يكون في شيء بالمشترك. وممكن يكون في كم تلميذ واحد او اثنين برات هذا الموضوع، ضمن الصف او الاثنين، بس هن لا مشاركين لا بهي الاكتيفيتي ولا بهي الاكتيفيتي. عم تفهموا كيف؟ يعني بدي احاول اظبطهم ثمانيه لانه انتم ثمانيه، هول ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، يعني انا هلا افترضت، لك شو افترضت؟ بالاكتيفيتي ا في عندي 4000 مشاركين. بالاكتيفيتي بي في 3000 مشاركين، في واحد منهم مشترك مع الا، يعني في 1000 دولار كلاس هو عم يشترك بعمليه الا وبعمليه البي او منتور. وفي تلميذين هن مش مشاركين لا بهي الاكتيفيتي ولا بهي، بس هن موجودين بقلب الصف، الاوميجا هو الصف. اتفقنا؟ شو يعني ا انيون بي؟ ا انيون بي هو probability لتحقيق كل شيء موجود بقلب الا او بي. يعني كل هول الالاف اللي هون هن ا ونيون بي. مين هن هول تبع الا ونيون بي؟ هن جماعه الا، يعني هن البروبابيلتي تبع الا هول الاربع اشخاص اللي هون، او كل شيء بتفكروا فيه او يعني بلس. لكن هن الالاف تبع الا او ليزالاف تبع البي. هون انت وعم بتعد بتحس انه هيدا الالاف عديته كم مره بالمشترك. يعني انت لما قلت ليزالاف دو ا قول يا زلاف دي بي، في شخص هون انت عديته مرتين، صح ولا لا؟ ما في نختار كرمال، ما في نختاره مرتين، بدي اختاره مره واحده، برجع بشيله اللي هو مين؟ هيدا المشترك مين بتكون؟ شو قلنا عنه امبارح؟ اللي بيكون موجود بالا وبالبي بنفس الوقت، شو بيكون الايفنمون تبعه باسمه؟ ا انتر بي. كرمال هيك صارت بي دو ا يعني كل الا او كل البي ناقص الا انتر بي. ليش حطيت ناقص؟ لانه بدي اشيل منهم هيدا هول المشتركين، لانه هو عديتهم مرتين انا. هيك لما شلتهم بكون عديتهم مره واحده. عم تفهموا كيف؟ يعني قد ما فيني عم بقرب لكم اياها لتفهموها لغايه. بس بالنهايه هذا حفظ زي فورمين جنرال. فمن هلا ورايح بي دو ا يونيون بي هي بي دو ا بلس بي دو بي موان بي دو ا. شو اهميتها؟ اهميتها اذا عندي ثلاثه منهم لهول البروبابيلتي فيني اجيب الرابعه، يعني مثلا إذا أنا معطيك البي دو أ والبي دو بي والبي دو أ إنتر بي فيك تجيب إنت البي دو أ إنيون بي. إذا أنا معطيك البي دو أ إنيون بي والبي دو أ والبي دو بي فيك تجيب إنت البي دو أ إنتر بي. إذا أنا معطيك البي دو أ إنيون بي والبي دو أ إنتر بي والبي دو بي فيك تجيب إنت البي دو أ. فهمتوا كيف؟ يعني أنا بدي أكون على القليلة معطيك معلومات عن ثلاثة منهم لتجيب الرابع. اتفقنا؟ طيب. في كاب بارتيكولي هون إذا كانوا الأ والبي امبارح حكينا عنهم هول إنكومباتيبل. كلمة incompatible شو بتعني؟ إنه ما في ولا إليمون مشترك بيناتهم، يعني بيكون شكله هيك. صح.
يعني هولي مجموعه الار وهولي مجموعه البي، يعني الدو اكتيفيتي اللي اختاروهم التلميذ ما في ولا تلميذ بالمشترك. خلص هودي الفوتبول هو بس كده خلص. يعني في عندي المون هون مثلا، افترضوا في عندي دو المون هون، في عندي مثلا هون سانك المون، وفي عندي تلميذ ما اختار لا الار ولا البي. فبهالحاله الار انتر بي ما بقى موجود، ما يعني ما عادش في اصلا المون مشترك، وبالتالي بي دو ار انتر في هو صار بي دو فيد. بي دو فيد قديش احنا من شوي هون هو زيرو، فصارت الفورمول بهالحاله شو؟ بي دو ار اليوم بي صارت بكل بساطه هي بي دو ار بلس بي دو فيد. يعني لما انت بتكون عارف انه الار والبي انكومباتيبل، يعني ما في مشترك بيناتهم نهائيا، معناتها الفورمول يعني بتستغني انت بتصير الفورمول عن بي دو ار. كومبري؟ اخر فورمولا اللي هي تري تري امبورتونت، هي العلاقة بين الإيفنمون والإيفنمون إمبوسيبل. عفواً كونترير، امبارح حكينا عن شيء اسمه آبار. آبار يعني الإيفنمون كونترير، الأوبوزي دو آر. بي دو آبار هي آر موان بي دو آر، هي دي فورمولة تري إمبورتون. أو بي دو آر هي آر موان بي دو آبار، نفس الشيء. وعمل لها أنا هون بروف، بس ما بديش فوت بتفاصيله هلا من ورا هول يعني عمل لها بروف. يعني من ورا هي الفورمولة. أنا شو بدي إياك تفهم منها؟ أنا بدي إياك تفهم منها إذا عندي صف، أنا إذا عندي صف، هذا الصف تبعكم أوميجا، في مجموعة واحدة بس هي الأ، جيت اختارت مجموعة مثلا بدها تشارك بأكتيفيتي فوتبول، طلع عندي 1 2 3 4 5. افترضوا هالخمسة هن، عشان نسهل عليكم، افترضوا هالخمسة هن الجرسون، يعني هن الشباب تبع الصف، محمد محمود محمد علي جمال. مين بقي من الصف؟ من هن اللي بقيوا؟ هن البنات. البنات مجموعة هود البنات هن بيكونوا الآبار، هذا المقصود. يعني إذا الآه هن مجموعة الصبيان، الآبار هن الباقيين من الصف نفسه، مش الباقيين وين مكان، مش باقيين بالمدرسة، الباقيين من قلب الصف. عشان هيك أنا عم بشتغل بشيء اسمه يونيفير دائما. فإذا الآه هن الانسامبل دي زيلاف جارسون، الآبار بتكون الانسامبل دي زيلاف، هن الباقيين، يعني هن المتبقيين من الانفاق. او اذا عم بحكي يورد مثلا، اذا الاه هن الانسامبل دي بود روج افيرت وفي بعد عند نوار، معناتها الابار بيكونوا نوار. اللي عم قوله هون probability للفي مثلا هو موان probability انه يكون برسون. يعني اذا عندكم دو زيفنمون كونترير لبعض، العلاقه بين probability تبعهم بتكون probability لواحد منهم هو موان probability للفي. هاي على فكرة هي ذاتها بي دو ار ايجال ام وان بي دو ار، نفس الشيء. يعني probability هاي دي بكرة كتير حنستعملها، كتير مهمة هاي probability، بس هلا على القليل بتحفظوها كفورمولا. اتفقنا؟ ف probability لحيالله ايفنمون هو ام وان probability للكونترير طبعا. اتفقنا؟ هولي دو فورمولا تري امبورتونت. طيب هلا هوني عنوان خاص، هن هولي الفورمولات الأساسية إذا بدكم، بي دو ار انيون بي والبي دو ار. هولي فورمولات اون بلس انا بعتبرهم امبورتانت ان نستعملهم، هولي بدكم تحفظوهم قد ما فيني. بدي احاول اقرب الطريقه لتفهموهم. ابار انتر بي بار، لما بيكون في بار على اثنين انسامبل لحولها لبار وحده، الانتر بتصير انيون. يعني الابار انتر بي بار هي ا انيون بي كلها بار. لما صارت كلها بار صار فيني اطبق هالفورمولا. انا هيدي ما فيني اطبقها تعيت الام وان الا لتكون probability لحيالله شيء كله بار، مش ضروري فيكون فيكون بي، فيكون انيون بي، فيكون انتر بي، ما عندي مشكله، بس بدها تكون البار موجوده مره واحده مش مرتين مثل هون. فانا هيدي لاخلص منها شو بجي بعمل؟ بجي بقول بس يكون في عندكم انتر سكسيون بين اثنين بار، بنحطها ساعتها بار واحده لانيون. هي فورمولا، وهيدي هلا هي بحد ذاتها الفورمولا تاعتها هي مثلها. ساعتها بي لا انيون بي كل بار هي ام وان بي دو ار. بي دو ار انيون بي عندها فورمولا هي تفوق، ما في مشكله. وضحت؟ يعني بدي اياك تعرف انه بي دو ا بار انتر بي بار هي ام وان بي دو ار انيون بي. العكس صحيح، يعني بي دو ا بار انيون بي بار رح تصير بي دو ار انتر بي كل بار، يعني الانيون صارت انتر، وبالتالي هي بتصير ام وان بي دو ار. اذا وحده عاديه ووحده بار مثل هون، يعني بي دو ار انتر بي بار هي probability للعادية اللي هي بدون بار موان probability للآر.
هيدي على فكره فينا نفهمها على الرسم كمان. شوفوا فيه هيدي هون الار، هيدي هون الار، وهيدي هون البي. ليكو شو يعني ا انتر ببار؟ انا بدي اشرح التالتي. ها ا انتر ببار شو المقصود؟ يعني اذا بدي الونها انا هلا بلون ثاني، مين بتكون ا انتر ببار؟ ا انتر ببار هن هول، يعني هن اللي موجودين بالا ومش موجودين بالبي. فهمتوا؟ ا انتر ببار شو يعني؟ يعني لي زيليمون دو ا اي كي نو سون با دون بي، هي المقصود ببار. يعني هولي هن هول اللي وانتم بالازرق، انا هولي هن ا انتر ببار. طيب هولي هن مين؟ اتطلعوا، هن مش كل الار ناقص هولي هون، هولي بالنص مين هن؟ هن الا انتر. عم حاول قد ما فيني فهمكم اياها لما تحفظوا، بس بالنهايه بتحفظوهم. فالبي دو ا انتر ببار بتكون بي دو ا كلهم موان الانتر سكسيون، يعني موان بي دو ا انتر. صار بي دو ا موان بي دو ا، بس بالنهايه هودي للحفظ. انتم شغلتكم لبكره اول قسم بدي بلش فيه، مش شو بدكم باللي فوق؟ هول اللي فوق حنرجع نحل على الاكزامبلات الثانيين نهار الجمعه. اوكي؟ انتوا شغلكم لبكره او لبعض بكره، بدي منكم بس تحفظوا لي هول البروبريتي مع الفورمولا. وتحاولوا تشتغلوا الاكزامبل، حاولوا الدفوار تبعكم هو الاكزامبل بس. هو بس هذا بيعتمد على هول الفورمولا اللي عندكم اياهم فوق. بيدو ا انيون بي، بيدو ا بار، وهول الثلاثه. بس. فاحفظوا الفورمولا وحاولوا حلوا هذا الاكزامبل لنشتغلوا النهار. اتفقنا؟ اول قسم نرجع بعدين نفوت بالبروبلم. اوكي؟ يلا بس بدي احفظ اي صفحه هاي كرمال هلا بدي احددها بالديفوار. اوكي رح اقول لكم انا اكزامبل باج 74 هذا بدكم تحلوه، الاكزامبل مش الابلكيشن، الابلكيشن حنرجع نحلها لحالها، هذا موضوع ثاني. هذا عم تحفظ الفورمولات وبتحاول تطبق الفورمولات على هذا الاكزامبل. ماشي؟ ماشي. لا لا يعطيكم الف عافية. ميرسي استاذ، يعطيك العافيه.